يلا يلا. مرحبا يا مو. أهلين وسهلين. منيح اللي تذكرت أمك وأخواتك. شو نسيتنا ولا سكني لحالك خلتك تطلق أهلك؟ شو هالحكي يا مو؟ لكن ليش بطلت تجي لعنا؟ لو ما بعت أبوك معك الخضرة كنا ما شفناك. والله مو هيك القصة يا مو. شلونك عصام؟ أهلين جميلة. خدي عن أخوكي. هات عنك أخي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. حقيني دلال. الحقي أختك. عصام تغدى عنا اليوم، عاملين أكل بتحبها كتير. شو هي؟ ما بيقدر لأنه هلأ بنت فريال بتزعل وما بتعود ترضى عنه إذا ما تغدى معه. يا مو ليشك عم تحكي معي؟ الله يخليكي، والله بزعل منك. ها أنا جاي أشوفك وطمن عليكي. اي روح 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 لعند أبوك، هلأ بيستعوقك وبيفكرك كنت عنده. مالي رايح، مالي رايح لحتى ترضي عني. يا مو البيت كان بده شغل وتصليح، صلحت فيه شغلات كتير مشان هيك ما فضيت اجي شوفه. صدقيني يا مو. لك ابني لا تحط اعذار، بين بيتنا وبيتك كم فشخه، مو بعيد لحتى تقلي ما فضيت. سامحيني يا مو مشان الله سامحيني. خلاص روح جيب لطفيه وتعود غدو معنا. يسلم لي الرايق ابو قلب حنون، الله يخلي لي اياكي ويديمك فوق راسنا يا عمو. مو بايدي بحبه، يقبر قلبي هذا بكري. شرف ابو العز. شرف. يلا يلا. لميت عليه وسلام ابو العز. شرية سوي لنا شاي. حاضر أخي حاضر. يعني مشي حالك. ايه والله وخلصنا منها. وأنا لهلا ما بعرف ليش أخذني نوري. والله خلينا عمي أبو عصام، لولا يمكن ما طلعنا بنوم. ليش انت شفتها لخيرية؟ لا يا مو انا شفتها ما شفتها، انا ما بعرفها غير انها بنت معلمي ابو خاطر. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابني. شو يعني؟ يعني بيت ابو خاطر جماعة طيبين ومن اوادم اهل الحارة، بس انا برأيي نستنى شوي. ليش يا مو؟ يا مو هلأ نحنا مو فاضيين، ملتهيين بعرس اختك، مو شايفنا مشغولين بالخياطة؟ يا مو شو دخل هي بهي؟ لسه ما تحدد العرس تبعها. بس الجماعة قالوا مستعجلين. يعني؟ يعني استنى، ما راح تطير خيرية خانهم من ايدنا. يا مو انا حاسسهم كأنه ما بدك تخطبي لي اياها، فيها شي مو عاجبك؟ مين قال هالحكي؟ لك يا مو الخطبة مو سهلة، بدي روح انا واختك بوران والدايق مزكي ونفصل النقد ونحكي بملبوس البدن وشوفها بتناسبك ولا ما بتناسبك. ولشو كل هالشي يا مو؟ بركي منطقها ما عجبني، بتلدغ بلسانها، وبدي شوف سنانها فرق ولا صفي وحدة، بدي راقب مشيتها وحركتها وقعدتها وقومتها وأكلتها وشربتها، بدي أتأكد من سمعها، بركي ما بتسمع طرشة، بركي شرنة وخمة وسخة. والله والله إذا وسخة فلا فوت على هذا البيت، لو بتنطح راسك بأربع حيطان. كل هالشي يا مو؟ إيه لكان هي عيشة بدك تعيشها معها، وما بدي يكون أنا أصل السبب بزعلك إذا ما طلعت مثل ما بدك يا مو. وهلأ شو يا مو؟ هلأ قوم روح على شغلك، وأنا بس يفضى راسي من عرس أخدك دلال بروح وبشوف لك ياها. منيح هيك؟ اللي بدك يا مو اللي بدك يا. Thank you.
الله يسامحك يا صيف نقزتني. مين؟ مين بدي يكون يعني؟ أب بدر. أهلين أب بدر. يا الله السلام عليكم، بدي لحق ركب المزراب. زيح حفايتك فيك إلا. وحدوه! فوزية! فوزية! أهلين ابن عمي. خير خير، شو جايب معك؟ اشتريت لك مزراب الأسطوح. إيه بكير ابن عمي، ليش مستعجل؟ خلصت الشتوية. شو بدنا نساوي؟ هلا تيسر حقه معنا. قلت لحالي بجيبه وبركبه، والشتوية الجاية بنلاقيه راكب، ما عاد نحمل همه. ومين رح يركبه ابن عمي؟ مين يعني؟ أنا. إيه لأ. ليش انت من ايمتى بتركب مزاري؟ ما بدها معلميه، كلها شغله مسمارين وشريطه وخلصت القصه. ايوه لكن تفضل ورجينا معلميتك يا معلم المزاري. شري هلا بتشوفي. حاييني بالشاكوش من المسامير لقلك. جايتك انا يا معلم المزارين. بتعرف سكين السلم كنت رح اقع. ها طلع وما رح تقع. طلع طلع طلعي هديني من هون. من هون ايه من هون ايه. لك لا تخاف طلع. لك بخاف اقع عليكي. اسم الله حولك، شوف فتح ودمك خفيف. هاتي لك هلا بتشوفي شلون بدي ركب لك المزراب احسن من تبع المزاريب. هاتي لك انا بدر مو حي الله مثل الزبدية الصيني. منين منطلعتيني برن؟ يلا. تقبر قلبي شو معلم مزاريب. يلا يلا يا جيران، يلا يلا. لحمة إن شاء الله. مين؟ البصل حرق لي عيوني. وأنا كمان. لك شحي أختي شحي. لك شوفي لك في واحد كاشف نار جاي. شبكو؟ ما بعرف، في واحد واقف على الأسطوح وكاشف بيتنا. مين هو؟ ما بعرف، يخرب بيته رعبني. وينكم يا مو؟ طلع شوف مين على الأسطوح. طلع بدون لاحم ولا دستور هالقليل الناموس. بدر؟ لك شو عم تساوي على الأسطوح يا بدر؟ عم صلح المزراب سيد عصام. لك شو عم تطلع بدون ما تقول يلا؟ أنا؟ لك يخرب بيتك لساتك واقف. أنا ولك انزين لك انزين انزين فرجيك يا كلب والله انزين. شوفي لك ام بدر الكلب طلع على السطوح بدون ما يقول دستور وكشف حليب البيت بالقرعه. طب شو عم تحكي؟ اطلع يا كلب بدر يا كلب يا واطي. شوفي شوفي ولك بتعرف شو ديتا هي يا واطي؟ ولك هي ديتا لك شو مهموس انه حريم ما سمعتي يحمول يا الله. انا سمعتك بس يمكن الحريم ما سمعتك. قولي على هالمصيبه قولي على امتي. بدك تطلع يا حرامي والله لكسر الباب والله ولك يخرب بيته على هالعمله. استلم انا يا جوان. جوان جوان هدي حالك يا ابو عصام، هدي حالك.
وهلا وينه أب بدر؟ عصيان ببيته الواطي، لك مو مسترجي يطلع، خايف ياكل قتله من عصام ومعتز. روس بقني لاحة، عمرك عقيد عمرك. اتركني يا ابو شهر، رايحين سوا يا ابو عصام، رايحين سوا، طول لي بالك، شري. لك ما بدك تطلع يا حرامي. صدقني يا سيد عصام، قلت أكثر من مرة يا الله، وما حنفلح على هالشيء. اسأل مرتي. لك شو حريف الطرشان اللي حتى ما سمعوك، بس ماني رايح لحتى تطلعوا الطرشان يطلع يا الكلب. يا رب لك شو هالحكي؟ لا نظيم شو؟ لك فهمني شو القصة؟ أب بدر طلع على أسطوحه وكشف حريم بيت أب عصام وما قال دستور. يا لطيف شو هالحكي؟ الله لا يعطيك عافية يا أب بدر. ولك ما راح أطلعك يا كلب يا وطي. يا وطي هز خلي هذا أب بدر طلع عندي. ما حدا بيهجم عليك وانا حاضي. بأمرك انا بأمرك. ماشي معي لشو؟ بأمرك عقيد بأمرك. معتز عصام شرفوا معي كمان انتو اثنين. تفضل صغري. يلا يا شباب كل واحد على شغله، الله معكم. كان علي ما بيطلع من بيته غير محمل على قفا. ما في كلام والله علقته ماكني. الله يعينه شو راح يصير فيه. شرفوا شباب شرفوا. يا الله قولي على قامتي انا خضر الرجال وهات المصحف لعبلف لك علي يا عقيد اني قلت اكثر من 5 مرات يا الله قبل ما اطلع على السوق. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 5 يا الله و3 دستور هات المصحف لعرفك عليه. الله وكيلك وكيل السماء والارض يا عقيد. تاني مرة قبل ما تطلع على السطوح من انت وتحت بتروح بتدق على الجيران وبتستأذن منه قبل ما تطلع شو سمعت؟ حاضر عقيد بأمرك انا. يلا تيسر. سلام عليكم خالي. مرضاي عليكم أب بدر، لا بقى حدا يقرشه ولا يقرب عليه، خلص انتهينا. يلا صدوا الكريم. عمرك خالي. السلام عليكم. روي يا عصام روي، خلص عرضيه. هو قال يا الله بس بيكونوا هن ما سمعوه. يلا راحت بأرضه. عجبها بصير شيء ابن عمي؟ لا والله ما لحق تاخذ منكونه وتضرب من راسها. لا فوق هي لا رستني وشها بالمقلوب زعلانه ومطنوزه بوش الكل بالبيت. الله وكيلها. لك ما بعرف صاير لها هاليومين كانه عم تخانق دبان وشها. ايه طول بالك صهري طول بالك. هي ما لها قصدها تزعلها بس هي حابه تريح لك راسك من هالهم. واذا بدك الصراحه انا شايف انه معها لانه بطيختين بايد وحده ما بينحمل. يعني شو راح تخرب الدنيا اذا استنى له كم يوم وتاجلت الخطبه كم شهر؟ كمان انت رصه من عندك لمعتز صاير طايش حجر ومدري شو. خليه يصبر. الله يا ابو عصام شو عندك دواء هاتو؟ يا ابو محمود ما بدي افهم شو وجعه. طيب عم يتوجع كثير هو. خيرات الله. طيب شلون نومه؟ عم ينام ما عم ينام شلون؟ ما عم ينام الليل لا هو ولا جيرانه. لك ابوه طيب الله يصلحه ليش ما جابوا عنده مني لهون لحتى اشوفه واكشف عليه؟ الله يعين ابوه بيطلع ابوه على الشغل من الصبح ما بيرجع للليل. ما بيصير الحكي هذا الله يصلحه ولد هذا ما بينترك هيك. مفكره عرضيه. شو عرضيه لك عمي هذا ولد صغير ولد صغير هذا شو فهمه ما بينترك. من البستان قطفوكي ولعوكي ومن اواعيكي الخضرة فسفسوكي وبالليل سلقوكي. والله قلبي شفق عليه طول الليل صوته طالع. ولك ان شاء الله ربي بيخفي لك الصوت من شرشو. شو قلت بعصام؟ لك لا لا غنى عنك محمود انت لا تاخذني الله يخليك بس هذا اللي برا صرع راسي والله طوشني طوش الله وكيله. مين ابو غالي؟
لك ابي اطلع سكته مشان الله. اي لا تاخذها معلم. امرك يا ابي امرك. روق خلصني بقى. شو ابو غالي؟ ابو غالب شو بقول انا شبني يا ابو محمود يقطع عمره على الصوت يقرب يا عمي ابو غالب. مشان الله كم مره قلت لك لا تنادي هون جنب الدكان اخي. روح راسه واجعنا والوالد متضايق منك كثير. حمير رزقك روح نادي بغير محل. يا سيد عصام. لك يا عمي ابو غالب صوتك مثل صوت الببور ما عم يخلينا نسمع بعض نحن جوات الدكان. هذا رزق يا عصام، إذا ما ناديت عليه شلون بدي بيعه؟ لك يا عمي أبو غالب الحارة كبيرة، أخي روح وقف جنب القهوة ونادي للصباح. هلا كل هالقد صار صوتي مزعج؟ لا عمي أبو غالب معقولة أنت صوتك مزعج؟ صوتك مثل البلبل، بس أبي عم يتضايق من صوتك، أخي روح وقف هونيك ونادي لتشبع. ماشي. الرزاق موجود. الله لا يعيزنا لعبد مثلنا، بإذن الله ما عاد تسمع صوتي هون بنور. يا عزيز ألف ليرة لي. لا إله إلا الله. هاي العشبة منيحة يا محمود. إيه؟ تغليها منيح. إيه؟ ياخذ منك كباية عند على بكرة كباية عند عشية. يلا يلا تعال معك. تعال قل لك هاي شربة زيت خروة. إيه؟ خليه ياخذ منها تريحه. الله عافية إياك. يلا الله معك. مع السلامة. إن شاء الله معك. مع السلامة. قلعته أبي. قلعته. فهمته ما عاد يقرب صوب الدكان. فهمته يا أبي. يلا روح شوف الزبون. روح جرحته. حط له شربة أبي روح. تعال تاخذنا عمي. لسه في شي دلال؟ لا يا عمو خلصوا. العصر صار له مقدم نص ساعه، وينه لهلا ما اجا؟ اي والله طول صهري طول. ليكون رجع لسوسه الحمام وملتي له بشي كشه. سمعينا سعاد. عيب عيب تاكل قبل الكبار. جوعان. الولاد جعوا هو شو على باله. بدي اكل. استنى حبيبي هلا بيجي ابوك بتاكل انت وياه. ها يمكن اجا. قوم فزيا بيفتح الباب. قوم افتح لباش الحماماتية. عمكم عمكم. قلت لك استنى بقى استنى. ليش عم تضربي؟ ايش هذا زي؟ ها اجا ابو مقام عالي. طب يا راسه تبي. يلا شريف. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله استغفر الله العظيم. عود عم يعود. شلونكم؟ داعي لك عمي داعي لك. عود حبيبي يعود. لا تواخذونا يا جماعه. الأكل برد ونحن عم نستناك سعيد. مرت عمي قلت لك لا تواخذيني. الله وكيلك هلا خلصت شغلي. وكم طير كمشت صهري. أهلين بصهري. أهلين. مرت عمي قلت لك لا تواخذينا وبرجع بقول لك. شلونك؟ مبسوطة مبسوطة كتير بشوفتك. مد إيدك صهري. مد إيدك على أرضك. سكبيرة سكبيرة يا أبي سكبيرة لجوزك. يلا بسم الله يا جماعة. بعضهم واشتغل التهديد. ايوه وقال له اذا كنت رجال بتلاقيني بالليل بالمغاره. وجا الليل وراح يرد له التهديد. اخذ معه سيفه وخنجره وراح لاطيله من المغاره. ابو خنجر استناه وما كان يجي وطول غريمه وهو عم يستناه. فجاه يا جماعه ما شاف الا ضبع وفايت على المغاره. بليله بليله ابا البلوكي. عم ضربه. شو جابه هذا؟ لا لمين؟ للضبا؟ بليل أبا البلوكي. لا غنى عنك لا غنى عنك معي بعدين. كمل انت كمل كمل. المهم هو بالمغارة الضبع شم ريحته وصار يدور عليه. أما شو ضبع يا جماعة قد الجعش. هو أبو خنجر شافه ورجليه صار يقصف تحته قصف. يا لطيف على الشوفي. جعر هديك الجعر. كلب البلوكي بليلة بليلة. فكر أبو خنجر يقاتله ولا يضل راطيله. الضبع شميحته وإجا ناحه. قام أبو خنجر حد الحديد حديده وراح طالع له هديك الطلعة. بلبل بلينا. أبي روح أرتفع من هون. روح بقطع سمعت عم يروحوا. لمين لمين؟ لأبو خنجر ولا لا ضراب السخن هذا أبو غالي. لك أسهر له سنة دباني هون بالحارة. ما بيحلاله يبيع البلينا غير عند مني هون. لك أبي طلعش من أطر أنت. يلا بليلة بليلة. لك يا أبو غالب ليش واقف قدام الدكان؟ شو أنت ما بتسمعه اللي عم تشتبع علينا؟ خلص سيد عصام بدنا نسبى. أبو غالب حميل سلتك روح من هون أحسن لك. ها وين بدك يعني روح يعني؟ أخي روح على حارتك. إيش ما في غير هالقرنة تزعوت فيها؟ العمى على هالشغلة. هلا أنا عم زعوت؟ الله يسامحك. بعدين هنيك ما في ولد كتير لمين بدي بيه؟ إيش شو أعمل لك يعني؟ لم لك الولد تبع حارتنا وأخذ لك ياهن على حارتك مشان تبيعه؟
يلا ابو غالي فرقنا بريحة طيبة. حاكم ابي طالع خلقه منك كوميات. رايح رايح ولا بقى تفكر ترجع لهون. ها ماشي سيد عصام، الله الرزاق بشكيك لله انت وابوك، لا قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. بليلة بليلة لا اله الا الله. بليلة بلبلوكي ليش هيك زعلنا للزلمة؟ بكر بنروح على الدكان ابن عمي. بدي روح شوف امي. وكل هالقد بعيدة عليك؟ شحوا البيت قريب علينا. ليش انا الي عين شوف امي؟ والله خجلان من حالي قدامها. ليش شو عامل معها؟ ولا شي ولا شي. طيب رح ساوي لك قهوة. الحق علي مفروض ما اقول لابي عن تقليعة حماتي وزعل امي. مشان شو؟ مشان ترضى علي لطفية وامها. استغفر الله العظيم. وانت ليش عم توقف قدام باب دكانته؟ ما بتعرفه خلقه ضيق؟ شو بدي اعمل له اذا اخلاقه ضيقه؟ انا اللي بعرفه انه ما بده يعني يفوت على الحاره وانا مالي رح اطلع منها. شو عم تحكي ابو غريب؟ انا بدي استلزق والحاره مو ملكه. لا هي ما حبيتها منك بنوك. انا ما غلطت معه يا ابو مرزوق. لا تنسى انه الحاره حارتنا وحارتك اولى تبيع فيها. كل حاجتك تتزخم بليلة. يخرب بيتك عيب عليك العمل. شو عينك بتوعاني؟ شو هي حالتنا وحالتكم؟ انا ما رديت اقول له لابو النار مشان ما اكون سبب مشاكل بيناتنا. يعني شو بدك تقول له؟ الحارة حارتنا، يلي بدنا اياه منفوته ويلي بدنا اياه منقلعه. انا مو قصدي ساوي فتنة بس كمان انا اللي بسعر الناس اللي عم تفوت على الحارة وتستلزم. صليت على النبي؟ اللهم صلي عليك يا نبي. تعا كل يوم واقف قدام دكانتي وقد ما بدك عيل بس لا تقرب مع ابو عصام. اذا كان هيك انا موافق لك. عبد الدوله فهمناها. كمان عم تحط بالخلد. يخرب بيتك في طماع. الله يغضب عليك بغضبه. بدكم الطنجره؟ فوت لجوا فوت. شو هالعالم هي؟ فوق ما عم ياذونا بدهم يستعيروا الطنجره. صحي ما فيهم دم ولا بدر. انت عم تكبل زباله قدام الباب؟ لا لك اتركي اتركي روحي اعطي الطنجره خلصيني. والله يا ماما لازم نعيلهم غرض من اليوم ورايح. اي فوتي فوتي الله يصلح ابوكي. شو هالنهار المكركب هذا؟ ولا امك تستحي على حالها ويا عيب الشوم عليها. انا بورشك يا سعاد. ماشي هات عندك اخليس يوم الايدين. مرحبا يا مو. عم اقول مرحبا يا مو. شو جاي تساوي هون يا مو؟ انا ليش انا امك؟ طلع من البيت. صلي على النبي يا مو، صلي على النبي لفهمك شو القصه. ما بدي افهم شيء ولا بدي اسمع ولا كلمه. طلع لبرا لشوف. بوس ايديك اسمعيني يا مو. طولي بالك. روح لعند امك في الريال اللي بدلتني فيها. يلا طلع من البيت لشوف. يلا دخيل رجليك يا مو، دخيل رجليك. سامحيني ما كان قصدي. وروح قول لأبوك إنه أمي قلعتني من البيت مثل ما قلعت لك حماتك. دخيلك يا أبو دخيلك. بوس إيديك أنا غلطان سامحيني. بعد أهلك بمرتك وحماتك هلا هن صاروا أحسن من أمك وأخواتك. ربينا وتعبنا ولمين لبيت الأحمى. روح لعند أبوك روح. دخيل رجليك يا أبو دخيل رجليك سامحيني. ما رح تطلع من قلبي هلا. مرحبا يا أبي. أهلين أبي الله يرضى عليك. وصلتوا؟ وصلتون يا أبي. سألتون إيش كان بدهم شي غراض بالبيت؟ لا يا أبي ما بدهم شي. وليش هيك فايت على الدكان لابس وشك بالمقلوب؟ ما في شي يا أبي. ليكون أمك حاكي معك شي كلمة هيك هيك؟ قالت لك شي إنك فضي البيت؟ لا يا أبي أعوذ بالله. إلك أنا شبه؟ ما في شي يا أبي متضايق شوي. كيفك اختي؟ اهلين اخي. شلونك جميله؟ اهلين مرت اخي. شلونك عصام؟ اهلين دلال. اهلا وسهلا. شلونك دلال؟ الحمد لله لطفيه. شوين هامي؟ جوا بالمربع. تعي تعي تعي.
مرحبا يا مو. أهلين. شلونك مرت عمي؟ منيحة. شو بدك تساوينا غدا اليوم يا مو؟ ما رح ساوي شي، عنا أكل من مبارح حرام ما ناكله. رح ساوي قدامهم لقمة فتوش. فتوش يا مو؟ ايه شبه الفتوش، مو عاجبك ولا مو من مقامك؟ لا يا مو، نعمة كريم، الله يسلم دياتك. فتوش؟ بدك تغدينا فتوش؟ نعمة كريم يا بي. لك قبل ما قلنا شيء نعمة كريم، الله لا يحرم النعمة لحدا، بس بالمقلي تعمل لها طبخة محرزة، عندها ضيف اليوم بالبيت. لك مرتك مو عنا؟ عنا يا بي، بس يمكن ما لها فاضي. ليش أبي ما لها فاضي؟ ليش؟ شو عندها شغل؟ شو في وراها؟ قال يمكن تعزل البيت. أيوة أبي، نحن ما بنتعب على أمك، روح نطلع عند اللحام وصي على كليين لحم بالصينية وحطهم بالفرن. روح أمرك يا بي أمرك.